قطع فريق زاخو شوطا مهما باتجاه نيل لقب دوري كرة السلة الخاص بأندية إقليم كردستان لعام 2014 بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب الفاصل على لقب البطولة مع غريمه التقليدي فريق دهوك في المباراة التي جرت في قاعة نادي أكاد عنكاوا بمدينة أربيل. نتمنى للجميع، للفريقين، للمدربين ولجمهور كرة السلة يتمتعون بهذه البلاي أوف لأنه قمة السلة الكردستانية. فريق زاخو قدم أداء مميزا طيلة فترة المباراة التي برزت فيها علامات التحدي والإصرار على كسب النتيجة التي تقرب الفائز من وضع قدم على منصة التتويج بلقب المسابقة التي تعيش في محطتها الأخيرة. زاخو تقدم في أكثر من مرة وبقي يتفوق فنيا على حساب دهوك الذي تراجع بصورة غريبة أداء ونتيجة. أداءاتنا أحسن، يعني فرق 8 نقاط، وإن شاء الله هو ذا الربع الأول والثاني صار عندنا أخطاء بالهجوم بس أنا عوضناها بالدفاع. بشكل عام هن أفضل فريقين بالدوري وصلوا على النهائي وبيستاهلوا، مين ما ربح بيستاهل البطولة. الدقائق مضت مسرعة على لاعبي زاخو الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف في وقت أهدر لاعب دهوك النقاط بصورة غريبة. الانتعاش صفة تميز فيها لاعب زاخو بمقابل الانكسار المعنوي الذي ضرب خطوط دهوك ومن ثم الخسارة التي جاءت بفارق 11 نقطة. اليوم نقود نهائي كردستان بفوز كبير لنادي زاخو، قد يكون هذا النادي الجديد إلي في الموسم الجديد، والحقيقة يعني نحن متأثرين بهاي الأجواء. 66 نقطة لزاخو بمقابل 55 لدهوك هي النتيجة النهائية التي منحت زاخو فرصة أفضل من الخاسر في نيل لقب دوري كرة السلة الكردستاني بانتظار ما ستسفر عنه آخر مباريات البلاي أوف. عمار ساطع، الحرة، أربيل.